نحو 6 ملايين كيلومتر مربع هي مساحة بحار إندونيسيا. تجتذب منذ أواسط الثمانينات شركات محلية وأجنبية تبحث عن حطام آلاف السفن الآسيوية والعربية والأوروبية الغارقة منذ قرون، والتي تشبه هذه السفن المستخدمة إلى يومنا. ولكل شركة خرائطها من سجلات تاريخية ومعلومات من السكان المحليين، لكن الجديد هو الاعتماد على أجهزة استكشاف حديثة، وهو ما سهل نهى بعض الآثار وبيعها في المزادات في أوروبا قبل أن يقنن هذا الأمر. صدر قرار رئاسي عام 1989 أسست بموجبه هيئة وزارية تشرف على أعمال التنقيب عن حطام السفن الغارقة، وفي عام 93 أقر قانون محميات الآثار الثقافية. وهذا ما سمح للشركات الأجنبية باستخراج الآثار وتقاسم الربح مناصفة مع الحكومة الإندونيسية بعد الاحتفاظ بأهم العينات، لكنه قوبل برفض البعض ممن طالب بالاحتفاظ بكل ما يستخرج في المتاحف حتى لا تضيع الحقائق التاريخية. وقد استخرجت شركة أخيرا نحو 270 ألف قطعة أثرية تقدر قيمتها ب100 مليون دولار في اكتشاف هو الأكبر من نوعه في بحار آسيا، كانت في داخل سفينة تابعة لمملكة في سومطرة تقدم تفاصيل عن العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد تؤكد الأخبار عن امتلاك تجار عرب قبل 10 قرون لمستودعات في سومطرة لتنظيم تجارتهم بين الصين والمشرق العربي. في هذا الكشف المهم عثرنا على قطع أثرية من ممالك الصين وزجاجيات بعضها من مصر وبلاد الرافدين وبلاد الشام، وبعض المجوهرات تعود إلى عهد الدولة الفاطمية. عثرنا على الكثير من القطع الأثرية من منطقة الشرق الأوسط كتلك الأحجار البلورية التي تعود إلى العهد الفاطمي وقطع زجاجية، ومن ذلك 38 حجرا بلوريا تشكل 20% من مجموع 200 حجر كريم مماثل في العالم. تخفي كنوز بحار إندونيسيا مخزونا هائلا من المعلومات التاريخية التي دفعت البعض إلى إعادة كتابة التاريخ الحضاري لأرخبيل جزر إندونيسيا وما جاورها، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الدولية الاقتصادية منها والدينية كمسارات انتشار الديانات الكبرى ابتداء من الهندوسية والبوذية وانتهاء بالإسلام ثم المسيحية. صهيب جاسم، الجزيرة، جاكرتا.